السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من الجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، القناة اللي كتهتم طبعا بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير وأيضا المواضيع الثقافية والسياسية والترفيهية. ودائما كنوعدكم بالمزيد والمزيد من العطاء في هذه القناة وطبعا بالدعم ديالكم المتواصل. ودابا غادي نخليكم مع أبرز عناوين هذه الحلقة. مصرع شقيقة الفنانة اللبنانية سارة الهاني في حادث مروع. موي نعيمة البدوية تتحدث الفرنسية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون منها. زوجة الإعلامي رشيد العلالي تكشف عن قصة حبها. بعد طلاقه للمرة الثالثة حمزة الفيلالي يوجه نصيحة لمتابعيه. أول ظهور للمؤثرة شيماء رشيد بعد الولادة. توفيت شقيقة الفنانة اللبنانية سارة الهاني الفاشينيستا لينا الهاني صباح يوم الخميس بالكويت، وذلك جراء تعرضها لحادث سيارة. فعقب اصطدام سيارة لينا بسيارة أخرى على الطريق السريع جرى نقلها إلى إحدى المستشفيات القريبة من مكان وقوع الحادث، حيث لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها البليغة. وخلف رحيل الفاشينيستا لينا الهاني صدمة كبرى في صفوف محبيها وأصدقائها، لا سيما أن وفاتها جاءت بطريقة مفاجئة، كما حرص عدد من المشاهير بالكويت ومتابعيها على نعيها عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي لا تزال فيه شقيقتها سارة تحت هول الصدمة ولم تعلق على الأمر. يشار أن لينا الهاني هي مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تهتم بأعمال شقيقتها سارة الهاني وتدير متجر لوكسوريا، وهي أم لطفلتين وهما ليا ولاميتا. أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة من السخرية في مواجهة اليوتيوبرز الشهيرة بلقب موي نعيمة بسبب خلافها مع ابنتها. وظهرت موي نعيمة في فيديو تم تداوله على نطاق واسع بالإنستغرام وتيك توك، وهي تتوعد ابنتها وتوجه السباب لها بعدما اتهمتها بسرقة أرباح اليوتيوب، خاصة بعدما ظلت تكرر عبارة نو 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 باللغة الفرنسية. وفي الوقت الذي كانت فيه موي نعيمة تمدح فيه ابنتها قبل فترة قصيرة، سرعان ما تحول ذلك إلى خصام وتراشق بالكلام الجارح، الشيء الذي أثار سخرية متتبعيهما. كشفت المؤثرة حياة سعودي زوجة الإعلامي المغربي رشيد العلالي مساء يوم الثلاثاء عن لقائها أول مرة وقصة الحب التي جمعتهما، وتكللت بالزواج والأولاد في حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، حيث طرحت إحدى المعجبات سؤالا على حياته في خاصية أسطوري، وجاء فيها تحدثي لنا عن قصة حبك أنت ورشيد وأول لقاء جمعكم، لتجيبها هذه الأخيرة ب لقد كان حب من أول نظرة، ولكن كنا مجرد أصدقاء في البداية، جمعتنا لحظات مجنونة وأخرى جميلة، ولازلنا نعيش نفس الأمر حتى الآن ونستمتع بكل يوم رفقة أطفالنا، وبطبيعة الحال توجد تقلبات من عراقيل إلى فرحة، ولكن الحمد لله الحب يكبر بيننا كل يوم. من جهة أخرى كشفت حياة عن سنها ومستواها الدراسي، إذ تبلغ من العمر 36 عاما وحاصل على الإجازة في التسيير. بعد طلاقه للمرة الثالثة وجه الفنان المغربي حمزة الفيلالي عبر خاصية أسطوري الخاصة بحسابه بالإنستغرام نصيحة لمتابعيها. وتقاسم حمزة الفيلالي مع متابعيه مقطع فيديو يقدم من خلاله بعض النصائح، حيث جاء فيها: واحد نصيحة أخويا إلا قبلتها مني، شوف الدنيا وخا دير مع بنادم اللي درتي، وخا ما نعرف شنو دير لا قبله، يجي واحد النهار تسمى ما درتي والو. وتابع الفنان المغربي: يجي واحد النهار تسمى انت خايب، يجي واحد النهار تسمع على راسك هضره ما خصهاش تكون، داكشي علاش ننصحكم بحال خوتي ونصح راسي هو الاول. وختم حمزه الفيلالي قائلا: دير في والديك، دير في مستقبلك، دير في علاقتك مع الله، دير الخير، ولكن اول حاجه هي راسك، تسوق لراسك ولوالديك.
تقاسمت المؤثرة المغربية شيماء رشيد مع متابعيها عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام أول صورة لها بعد الولادة، وذلك برفقة زوجها وابنتها. وظهرت شيماء خلال الصورة التي نشرتها مستلقية على سرير وبذراعها مولودتها وبجانبهم زوجها صديق هشماوي، وعلقت أسفل المنشور أجمل إحساس وتابعت الحمد لله. وسبق للمؤثرة أن أعلنت خلال منشور بحسابها الرسمي بالإنستغرام عن تاريخ ازدياد مولودتها قائلة الحمد لله، وتابعت مرحبا بك صغيرتي في هذا العالم. تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المغربية سلمى رشيد هنأت شقيقتها بزيادة ابنتها، ودونت هذه الأخيرة عبر خاصية ستوري الخاصة بحسابها الشخصي بالإنستغرام ولدت خالة لأجمل بنوتة الحمد لله. كانت هذه آخر فقرة في حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن أكون خفيفا عليكم، ودائما سأتيكم بجديد الأخبار. إلى اللقاء. مسرع شقيقة الفنانة اللبنانية سارة الهاني في حادث مروع. موي نعيمة البدوية تتحدث الفرنسية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون منها. زوجة الإعلامي رشيد العلالي تكشف عن قصة حبها. بعد طلاقه للمرة الثالثة، حمزة الفيلالي يوجه نصيحة لمتابعيه. أول ظهور للمؤثرة شيماء رشيد بعد الولادة.